ايوه مساء الخير. مساء النور، مين معي؟ معناته ما عرفتي صوتي، لانه الصوت على التليفون غير الواقع. لو سمحت، مين حضرتك؟ انا واحد تغلظ عليك اليوم جنب السوبر ماركت اللي عم تشتغلي فيه. سيد فؤاد، منين جبت رقم موبايلي؟ ما فيني اقول لك منين جبت رقم موبايلك، بس اللي بحسن اقوله انه رقم موبايلك معي من زمان، وانا كنت عم بستنى الفرصه لحتى احكي معك، واليوم اجت الفرصه على رجليها. والاهم من كل هذا اني بتمنى اني ما اكون تركت اي انطباع سيء عندك. سيد فؤاد، ممكن اعرف شو اللي بدك اياه مني؟ كل خير ست رحاب، كل خير. انا صحيح اول مره شفتك فيها من فتره قريبه، بس احساسي دائما اني انا بعرفك من 20 سنه. وقبل ما تسكري الخط بوشي فيني اقول لك انك انت ارق انسانه تعرفت عليها. خاطر اسف. نعم، اخرنا على الحفله، روح نغير ثيابنا.